ترين أنه وقت صدام حسين كان أفضل للعراق يعني؟ أنا لو أقول لك أفضل رح يقولوا طبعاً لأنه بنته، صح؟ شهادتي مجروحة، بس يعني أسمع من الكثير من الناس نعم أنه وقتنا وقت عز كان الناس عايشين بعز وتقدير عالي وما حد يقدر يسيء لهم، عدا أنه اللي يسيء إلى حالة معينة تمس خطوط السلطة يصبح التعامل بشكل آخر، وقد يميل التعامل إلى القسوة، لكن بشكل عام طبعاً بلد مستقر، بلد ثري، بلد خيراته كثيرة، ناس مرتاحة في بلدها مع الصعوبات اللي مرت بها الناس، لكن الناس كانت عايشة على الأقل مأمنة على أولادها، على حياتها، على رزقها بالقدر الممكن. الحرية تعتمد معنى الحرية بالنسبة لحضرتك إيش تعني؟ إذا تعني الحرية اللي جت بعد الاحتلال بشعار قضينا على الدكتاتورية وصارت الديمقراطية، فأنا متأكدة العراقي أول من راح يجيبها قبلي حيقول لك هاي الحرية ما أريدها. إذا الحرية تزيف وتغلف بالأسلحة والقتل والموت، لا ما أريدها الحرية. ما كانوا أسرى العراقيين، الإنسان الطبيعي كان عايش حياته أقرب إلى الطبيعي، إذا مو 100% ف70-80%.